الدوبرمان الأوروبي بيختلف عن الدوبرمان الأمريكي في الشكل وفي الطباع، فالدوبرمان الأمريكي كلب تم تهجينه في المقام الأول عشان عروض الكلاب والمسابقات الجمالية، لكن الأوروبي تم تهجينه عشان الشغل والحراسة، فبالتالي الدوبرمان الأوروبي كلب حجمه أكبر، فالذكر في خط الدم ده بيوصل ارتفاعه 71 سنتي ووزنه بيوصل 52 كيلو جرام، وتقدر تفرقه بسهولة من شكله، فالجمجمة بتكون ضخمة وقرة الكلب ناعمة وعريضة، وش الكلب معبوزه بيكون مستطيل لو بصيت له من قدام، والمازل أو الشرطين بتكون أكبر، والرقبة بتكون قصيرة وقوية، والصدر بيكون عريض وسائط اكتر، والكفوف بتكون ضخمة، ورجليه بتكون اضخم واقوى، والكتلة العضلية بتكون اقوى واضحة اكتر من الامريكي. نيجي للطباع، وهي الدوبرمان الاوروبي بيكون واثق في نفسه اكتر واشجع واشرس في التعامل مع المواقف الغريبة عنه اجرأ من الدوبرمان الامريكي. والخلاصة انك لو عايز دوبرمان ككلب عيلة خليك في الامريكي، ولو عايزه كحراسة وشراسة وشغل يبقى هات الاوروبي. وفي فيديو تفصيلي عن الدوبرمان بانواعه على قناة اليوتيوب، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.